طول عمرك ما راب يسامحك الور. لا لا ما عليه غلطانين غلطانين ولا 3500 غلطانين يا رجال اللي غلطان صادق يتحمل غلطه صادق الله الله. من اللي بيعطيك مجال؟ خلي الزمن يعطيك مجال. سلامات. لا ما في كلام غاز مركزيه. اها كلام زيد غاز مركز ما هو سمسم واحد محل اعصاب واحدة لكن انا ما في كلام. يلا بصباح الخير يلا بصباح الخير. والله يا ربع اشوف ابو محمد طول مع نافذه الفسوحات بعد سيارتين. الله يستر ما يخالفونا ويرجعونا. السلام عليكم يا رب صباح الخير. يلا حي ربع يلا صباحكم العافيه. يلا بصباح الخير يلا بصباح الخير. يا صباح البناشر دو صابح الصبح دو بادي المشوار. يا محمد يضبط القهوة. ها ابو محمد صباح الخير كيف اصبح؟ سلامات. وش صاير معك؟ لا لا تو صابح الصبح. لا احسن الرياضه والصباح. ها يلا الحمد لله يلا الله يستر. زين موجودين هالعربات الحمد لله. كيف امور القهوه؟ بسم الله يا رب. خلص العربان. شو مشكلة مسمار خربان داخل ولا شو عيل؟ شو مشكلة ليش بنشر يجي؟ هذا في خربان بلف. بلف خربان بس. ايوه اي يلا الحمد لله. الحين زين اوكي 100 برافو. خبرك وبال بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يا رب. تأخرنا الساعة 10:12 دقيقة صارت. يلا الحمد لله. ووصلنا إلى منطقة الطريف الربع. نية صيانة سريعة. أنا والله نية الربع باغي أشوف مشكلة هالمكيف معي ما عاجبتني طول. أدري كم أوقف هنا. أبو محمد وقف هناك. خلوني اوقف لكن ما عجبني هذا. انا الكهربائي المره الماضيه جيته حس انه باغي ينصب الهواء الغاز ناقص. قال لا لازم نفرغ الغاز كامل من المكيف ورد اسوي له غاز طيب ما تضيف عليه. قال لا ما ينفع. قلت له ما ينفع. قال ليه ما ينفع؟ قلت له يلا سلام عليكم وهربت عنه. ما ادري مشكله ما في هذا كلهم. ايه هذا ما يضبط الوضع. خلنا نشوفه وش تتوقع. بيقول نفس الكلام عاد ما ادري انا هو ولا غيره لاني ناسي. ها اوتوماتيك مشكله غاز ناقص. غاز ناقص والله. لا شوف خلي هذا اوتوماتيك يمكن مشكله. هذا ثالق. لا هذا جديد سياره غازي ناقص. اسمع انت يعني اوتوماتيك ما في مشكله؟ لا لا هذا غاز يجي هذا جديد سياره كله. غاز يجي ناقص هذا الرئيس. لكن غاز اذا يجي ناقص على طول ما يجي بارد. الحين يجي بارد؟ لا وقت اول ستارت يجي بارد. أيوة. بعدين ما في زياده بارد خفيف. أيوة. اذا غاز ناقص على طول ما يجي بارد. هذا غاز ناقص يجي ثلجي على طول. لكن شغل سيارة شغل بعدين يجي. وإذا أوتوماتيك خربان؟ لا أوتوماتيك ما هذا لازم يفصل ستارت مند ستارت مند. لكن شوف هذا يجي قديم سيارة. أها. وأوتوماتيك خربان. أيوة. هذا المونه يجي غاز ناقص ما يجي هذا المونه. أها. هذا جديد سيارة سيم سيم. يعني غاز ناقص يجي ثلج. أيوة. كيف يجي ثلج إذا غاز ما فيه؟ غاز ناقص ما فيه. ناقص. طيب كم ترتيب غاز؟ اسمع
شوف كم ناقص. هذا غاز عبي على طول سيده، لا ما نريد غاز برا. هي زين الحمد لله. وش رايكم يا رابع؟ يقول ان الموديل الجديد والله ما ذا الشيء مخيان الفكره. يقول ان اذا الغاز فهمتوا عليه لا؟ يقول ان اذا غاز ناقص موديل جديد لازم يجي يثلق. شوف الان هو نفسه يشوف. الحين شو اللي يثلق هذا؟ ليش يثلق يجي؟ هذا غاز. تعال تعال حبيبي تعال. استشاره فنيه. شوف هذا شو اسباب؟ هذا غاز ناقص. غاز ناقص ولا اوتوماتيك؟ لا انا ما في كلام هو غاز ناقص. اها. كلام زيد غاز ناقص. ما هو سمسم واحد محل؟ اعصاب واحدة. لكن انا ما في كلام. يلا بسم الله كم فلوس يجي شوف. لا يا رجال غاز خالي كله يسوي 100 درهم 80 درهم غاز كله خالي 80 درهم. هذا موجود هذا شويه يمكن يريد زياده. لا ما في زياده. يا حجي يا شاشه جمعه اليوم جمعه. طيب كم ترتيب؟ ها؟ ها؟ هذا 70 درهم هذه. لا شو 70؟ شو غاز شو غاز هذا؟ امريكي. اكيد. امريكي اوريجينال. امريكا مال امريكا ولا مال دوسرا مكان؟ لا لا امريكا امريكا. ولا مال باكستان؟ لا لا باكستان. 50 درهم ها؟ 50 درهم. هذا شويه ناقص ما يريد زياده مو هذا. 50 درهم عايش. يلا. هذا عايش روب هذا. اوكي. وش رايكم يا الربع؟ والله اني ما هذا اخلى مخي انا. اهم شيء انه يبرد. الحين فاضي شغل سياره؟ لا لا ها بس مروحه شغل. ايوه بطاريه بعدين مشكله يجي؟ لا لا بطاريه شغل. لا هذا اي ثرو. زين ابو محمد الحمد لله على السلامه. ايش الاخبار؟ شو تسوي هناك؟ ابو كهربائي قالوا لي مش كهربائي الا قال بعد اسقاطي معه. اوف شو بقى؟ حق الاناره. ايوه تعال ابو محمد الاناره الجانبيه ما شغاله معه. ولا قدام اصلح؟ السلع القديم شي كهربائيين؟ الغرفات شي كهربائيين؟ ها؟ ماشي؟ والله زين حلو حلو خلاص ماشي مشكلة. زين من تغدى؟ ما تريقنا جوعانين؟ والله فينا جوع. لا لا بناخذ شيء جاهز. بناخذ بنطبخ في المراكز بس. خش رطوبة وين تطبخ دوك رطوبة متنا خرسنا ها؟ رطوبة مليون يا رجال اعوذ بالله. اي والله محمد ابو محمد مثلج. هذا مثلج وتبريد تعبان شو السبب؟ الغاز. الغاز الغاز شو مشكلته؟ هذا مشكلته يعني ما يكون الاوتوماتيك؟ مسوي اوتوماتيك دايركت شغال 24 ساعة. ايه ما يفصل. الغاز سويها بعد. الغاز اذا ناقص ولا اذا زايد؟ لا لا زايد النوعيه. لا. أريد هو يقول هو ناقص، كيف ناقص ويجلد؟ ما ادري. قال موديل جديد اذا الغاز ناقص يجلد هذا. بس. طيب شو اللي يجلده؟ ما الغاز يجلده؟ الغاز على ما قلت اوتوماتيك. انا قلت الاوتوماتيك، قال لي لا مو الاوتوماتيك، موديل قديم هذا الاوتوماتيك، اما الجديد اذا الغاز ناقص يجلد هذه. هذه الغرشه شو يسموها الغرشه؟ الغرشه يعني متى يدفع مع الفرق غرشه؟ ايه لا لا يدفع بس انه تبريده ونشغل المكيف وانت بس تحر. لا ما يدفع. ها؟ ما يدفع خليك ما يدفع. ايوه ما يدفع صحيح يدفع له هواء بسيط حاجه بسيطه. هواء صح خص قد زين ترد تشغل اموره تمام. ايوه خلاص. طيب شو المشكله كذا؟ قال لك ترى قال لك الغاز ناقص. والله ما اعرف انا اعلم اظن الاوتوماتيك. والله انا اتوقع الاوتوماتيك ما ادري. السيارات الاوتوماتيك. قام سال ربيعه هو قال ايوه غاز اعطاكم عصابه واحده. علي بابا شايف انه تصدق من البارحه معك. ايه تبريده ما هو وايد مسوي. ايوه تبريده مو زياده. بالمره الماضيه جيت بقى اصلحه قال لي لازم افرغ الغاز كامل وارد اعبيه. ليش ما تعبي فوقه؟ قال لي ما يصلح. قلت له انت شكلك باغي تنصب علي. المهم اليوم بينصبوا علي هذول. انا اقول جاك نو. ها؟ انا اقول جاك. لا. يلا عين الله. يلا خبرك اهم شيء نعالج المشكله ويكون تبريد كيف زين. ما ينفع. باكستاني الحين لازم اعطي معلومات.
غاز وين واصل الحين؟ غاز وين موجود؟ وين قياس؟ هذا كله غاز وين موجود؟ أيوة أوكي، لكن أريد معلوم وين صحيح قياس مظبوط يجي؟ كم لازم غاز مني موجود؟ هذا 30 ترى 35 يجي هار. أها. يجي بارد. أيوة. هذا بارد. ويجي 40 20 25 هذا. 20 25؟ مال هذا بارد. مال بارد كم يجي؟ 25 20. هار يجي 30 35 هذا. مني كم؟ هذا كم الحين؟ الحين ناقص. هذا كم موجود؟ ممكن هذا بارد ولا حار؟ الحين هذا حار. هذا حرارة. أيه. أوكي وقت حرارة يعني. وقت حرارة كم يجي لازم؟ 20 30 35 40 هذا. 30 35 40. هذا الحين كم؟ 30. أيه. يعني شوية ناقص. يعني لازم 40 يجي. إيش رأيكم؟ عندي ألف. طالب الشراب. ها؟ الغاز امريكي ما يندرى. كيف؟ زيادة حرارة. ايوه. الحين شهر كم؟ الحين؟ ايوه. 27. 27 كم؟ 9. 9؟ شهر 9. بعد حرارة ما في روح؟ ان شاء الله هذا 20 يوم بعد ان شاء الله. ان شاء الله. ما في مزبوط 100 سم. ليش هو ما في قوي؟ هو ما في قوي. ما في مشكله، شوف هذا فلتر ممكن كشره. بطل انت قبل؟ قبل ما في بطل؟ بطل قبل 3 شهور. هذا بطل. ايوه. بطل؟ شوف تشيك هو. اوكي. تباطي؟ ها؟ في برياني يتصل. خلاص. ايوه. طبعا والله مو زياده يا ربع. يعني ما في نفخ هواء للاسف. انا ضعيف من زياده. فهم الله. وين محمد مره نقلك يعني هنا؟ وين وقف؟ والله ما رجع هناك مره. كيف ابو محمد؟ وين راح؟ والله ماني شايفه. رجع هناك يصلي. السلام عليكم يا مساء الورد يا الربع. طبعا صارت الساعة 7:10 وبعدنا نزلنا في الطريف من الساعة كم؟ 11:30 يمكن 12:30 أو 12. يا الله الحمد لله الله يسر. خلاص بنطلع. خلصنا الحين قبل شوي. أبو محمد خلص قبل شوي نضبط الليتات. الليتات الجانبية مال الناقلة كانت ما شغالة معه فضبطوهن وعدل شغلات بسيطة كذا وشوي ونطلع بإذن الله تعالى. أتوقع أنه راح يصلي الحين، يصلي المغرب والعشاء ونتحرك بإذن الله. طبعا قربنا اللهم لك الحمد من السيل، والجماعة هني محتفلين باليوم الوطني للمملكة. يا سلام يا سلام، عمار يا الإمارات وعمار يا المملكة. طبعا اليوم الوطني تقريبا أول أمس للمملكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهلنا في المملكة وفي الإمارات. معنا أبدا الإمارات والسعودية، عبارات أيضا جميلة. السلام. حصل أزمة هناك يا الربع يوم الخميس شوية الوضع، وباعتبار أبو السبت الليلة
السبت. وضع صعب يعني الله شكله أزمة الله يسر. طبعا احنا جينا المحطة هنا. السلام عليكم يا صباح الورد يا الربع، كيف أصبحتوا؟ يعطيكم العافية. أخيرا خلصنا إجراءات منفذ الوقوفات الإماراتي، والله تأخرنا داخلين الساعة 12:30 البارح والحين 9:40. يا الله الحمد لله على كل حال. تأخرنا عن موعد الفسح، والله الموعد افترض كان الساعة 12 الساعة 5 الصباح، وعدينا الموعد بكم؟ بخمس ساعات ثانية. هذا خايف يسوي لنا مشكلة بعد في المنفذ البطحة، يقول لنا سوي فسح غيره. وهذا ابو محمد يا رب يا الله. والى منفذ البطحة لازم نسابق عمار انفسنا، ما ادري ليش. يا رب. نتأخر 10 ساعات بعدين ما في نبارض، على اساس ننتظر شوي. انا اللي بيعطيك مجال، خلي الزمن يعطيك مجال. سلامات. ازحف هناك، ازحف لا شيء لك كبينك، ازحف. ناس ما تستحي، يا اخر ناس يريد يطلع اول ناس. ليش على راسك ريش انت؟ والله يا ربع اشوف ابو محمد طول مع نافذة الفسوحات بعد سيارتين. الله يستر ما يخالفونا ويرجعونا، لان لازم توصل خلال نفس توقيت الفسح او وقت الدخول، او قبل بساعة وبعد بساعة. اما 5 ساعات الله يستر ما يرجعونا ويقولوا لنا مخالفة. لا اشوفه كنا ما شاء الله يستر. والله تخالفنا يا الربع، مخالفة قيمتها 1000 ريال سعودي. ما هي ابو محمد خالف ولا لا؟ الله يسر. ابو محمد معك كمال تلهود. الحمد لله على السلامه. شيء خالفت مره؟ لا لا شربناها. كم؟ عارفه 500000 والله. الله يعين. 500 اول في مثل المخالفه. وقت ريوق يا الربع. ابو محمد شو تسوي لنا؟ والله سوي بيض. ها؟ بيض. كفو. وش معه؟ تونه فلفل خضر. وش معه؟ وش معه؟ وش معه؟ تونه وفلفل. صلى على النبي. وبصل. والله معه تونه؟ ها بتشوفه؟ لا لا ما ظني. بسوي له اول تونه؟ والله بعد سوي له تونه كنت؟ اه بيكون معي وقت ليش؟ لا والله زين ما سويت جملت. مضبط له معه بصل وفلفل ها؟ امبونك بعد سوي له تونه؟ تبغى تونه؟ لا زين ما سويت له تونه بالحلال. يطلع فنان تصدق؟ اسمع واو يا ابنه. يلا يا تونه يلا. كيف وصلت ما لبس المخالفه؟ لا اطارات؟ اطارات ما امس. ها؟ 1 2 خالفت فيها امس يا ربع لما طلعنا من طريف الحبيب يمشي قدام وناس الفتال اللي فوق ما شغال، او اللواح احنا نسميه اللواح، وشويه واشوف الدوريه توقفوا. قلت شله بعمرك وهرب يا البطل. ما وقفت معاه ما فزعت له، هربت. ها؟ بس وجف احسن يا راده وشوت امرها في الواحد ولا في الاثنين؟ واحد ولا في اثنين. وجاتك مخالفه مره ثانيه يوم؟ اليوم بدتك انت. اليوم واصله؟ اليوم بدتك انت يعني امس انت مخالف اطارات؟ ايوه. واليوم مخالف دخول بغير الوقت؟ ايوه. الله المستعان. بس الاطارات الامارات ما وايد ظاهر؟ لا 34 يعني. 34
ريال عماني. ايوه 340. ومال تلفون كم جايت لك؟ قبلها مال تلفون استخدام الهاتف. نعم مال استخدام الهاتف 1680 درهم. والله ما يقارب 170 ريال عماني. الله ستر عليك ما سجل لك لواح. تعرف كم اللواح؟ والله ما اعرف يا اخي. ما حد 2500 3500 والله حيده كذي ابوك من الحائر الريال ما قصر والله ونعم بك جزاه الله خير. سوى لك اطارات بس؟ والله قال لي شغل لواح. ايوه شغل لواح قال شغلته انا بسوي لك على الاطارات. ايوه خف جزاك الله رحومي. والله رحومي طول عمرك. ما راب يسامحك الور؟ لا لا ما عليه غلطانين غلطانين ولا 3500 غلطانين يا ريال اللي غلطان صادق يتحمل غلطه صادق. الله الله يا هالمخالفات وين ما تروح ما بيسامحنا مال الفسح. الله يستر ما ديال الفلف. ها الله على الله خلي بس الله ييسر بس هذا السفره هي بتحط الارباح انت غير هذا اللي اقول له ها اللي عقب لا اللي عقب خر انت الحين رايح الكويت الحين بتسخن هناك. ها هناك بتدفع زيد شايفينك كلها صار فين ريالات سعودية حاسب حسابك يمكن ما يغطل بعد. لا والله الله المستعان على الله الله يعيد. السلام عليكم يا صباح الورد يا الربع كيف اصبحتوا يعطيكم العافية. اخيرا سجلنا الساعة 3:17 دقيقة الفجر. والله تأخرنا مرة اظن داخلين الساعة 10 لا وصلت المخالفة يا الربع 500 مخالفة مال الفسح. الله يعوض يا رب. يلا بروح امسك لاين الاشعة باذن الله تعالى والجماعة ينتظروا. طبعا هني ناقلات وهناك باقي السيارات باقي السيارات ما تتأخر. يعني البرادات اللي دخلوا معانا الصباح الحين واحد يوصلني الدمام احنا بعدنا تونا بندش على الاشعة. الله يسر يا رب. خلصنا يا ربع اللهم لك الحمد من الاشعة والتفتيش المبدئي والحين نصف هني وانتظار لانهاء باقي الاجراءات ان شاء الله. وهذا ابو محمد سبقني طبعا يا رب. الساعة الحين 45 دقيقة بتوقيت المملكة. يلا حي ربع وش الأخبار يعطيكم العافية. الحمد لله أخيرا طلعنا البيانات. والله تأخرنا شوي بس الحمد لله. الساعة الحين 2:10 بتوقيت المملكة. الحين واقفين شوية شوية للبوابة إن شاء الله ونخرج ونتوجه إلى الكويت بإذن الله تعالى. وصلنا الى اول محطة بقى بماي ستظهر نفس الطريقة في زحمة ما ادري اوقف ولا لا. بطل اسلم
شباب. خربنا هذا اللي صلح بيب سوي لزق سوي لزق يريد لزق اصلي قال لي يا بس يجي ايش هذا ما في اصلي لزق هذا بلوجر هذا برا بعدين هذا بلوجر ها هذا شانل في يوتيوب شانل ايش شانل نيم هذا نيم السلام عليكم يا لك مسيا بالخير يلا حي الربع تخيلوا بعدنا لازلنا في المحطه اللي في البطحه يعني طالعنا كم الساعه 2 3 الحين الساعه 7 بتوقيت المملكه الحين بنتحرك يلا لك الحمد وهذا محمد يلا عاش عاش روح بسم الله مشوارنا ما بعيد لنا يعني مشوارنا قريب وكنا مرهقين فعليا بسبب السهر البارح وبارح خمس فالوضع كان اجسامنا تعبانه فقلنا لا نرتاح وزايد ان هناك لان في قافله تطلع يعني القافله في وحده الساعه 12 بالليل ووحده 12 الظهر فلو شدينا حيلنا ما بيمدينا نوصل على القافلة تبع المساء اللي هي 12 بالليل فلذلك فضلنا ان نرتاح ونطلع من هنا مرتاحين نكون اجسامنا مرتاحة افضل يوم يسر يا الله وصلنا الى سلوى الجميلة يا ربع على التصوير بالليل ما ادري شو وضعه بس في العادة يكون خايس للاسف بس ان شاء الله مع الكاميرا الجديدة يكون افضل يلا منورة سلوى منورة ما شاء الله الحمد لله يا رب يهديكم الله ويصحب عليكم جزاكم الله خير الحمد لله يهديكم الله ويصحب عليكم جزاكم الله خير يا ربع وينه محمد مرة سلم وطلع منين بيت ولا خدام المخرج صارت الساعة 2 توقيت المملكة والله كأنه قرر يواصل أبو محمد شوف محطة ثانية يمكن